مباراه كانت صعبه يا عمر. يعني الاتحاد واتنين اتنين، الاتحاد فريق عظيم عنده مجموعه من اللاعبين الكبار جدا، ولكن الحقيقه قدرتوا ان انتوا تعودوا في المباراه. الاول انا عايز اقول لكم حاجه، انتوا الخمسه، انتوا الاربعه يعني الاول، يعني انا دايما ما كنتش بتفرج على الشوط الاولاني ولا نص الشوط الثاني بصراحه، لان احنا بنبقى، انا بحس يا كابتن احمد ان احنا بنبقى نازلين مغلوبين، ما تعرفش ليه الاربع ماتشات كده. دي حقيقه، بس النهارده البدايه مختلفه، النهارده البدايه مختلفه، النهارده كانت مختلفه، قعدنا اتفرجنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، لكن الاربع ماتشات اللي فاتوا صح ولا مش صح؟ صح صح، ده تمام. الاربع ماتشات كلهم كانت البدايه وحشه، البدايه مش وحشه، وحشه جدا يعني. يعني اما يعني الربع الاول خلص تعادل، انا الحمد لله قلت طب كويس ان احنا كده كسبانين والله من كتر اللي بشوفه. كان ايه اللي بيحصل؟ هو لا يعني يعني والله اللي احنا موضوع البدايه ده اتكلمنا فيه كتير يعني بعد الماتشات، اول اربع ماتشات يعني احنا فعلا كل ماتش كنا يعني في ماتشين كسبناهم منهم حتى قدرنا نرجع ونكسب، وفي ماتشين خسرناهم. بس يعني يمكن بتبقى شويه تنشنه شويه يعني، يمكن الماتش اللي فات ان احنا نازلين يعني، هو الكوتش حتى قال لنا كده ان احنا يعني ضغط ان احنا فاضل لنا ماتش ونكسب البطوله، يمكن ده كان عامل علينا بريشر، ف يعني اثر علينا بقى بطريقه سلبيه يعني، ان احنا خلاص فاضل لنا خطوه واحده و فيعني كان في زي حمل تقيل علينا يعني. ف يعني لان الماتش اللي فات اللي قبل ده هو ده كان اوحش بدايه يعني، كانت اوحش بدايه، لا فرق كبير فرق يعني اتغلبنا من بدري، مركزين على الموضوع ده يعني الحمد لله النهارده ان احنا البدايه تبقى كويسه ونكمل بقى يعني بقيه الماتش. والاتحاد طبعا فرقه كبيره وليها تاريخ طبعا في الباسكت، ويعني فالماتشات كلها صعبه يعني، احنا السنه دي مع الاتحاد 5-5، هم كسبونا خمس مرات واحنا 6-5 لينا، يعني 6-5 لينا، يعني قبل الماتش قصدي كان 5-5 يعني، كان هم كاسبين 5 يعني، الماتش ده هو الفارق في كل حاجه، الماتش ده بالظبط هو الفيصل يعني في الدوري وفي السيزون يعني. فالحمد لله احنا طبعا يعني الحمد لله احنا اربع ماتشات خدنا اربع بطولات، احنا الحمد لله لسه هقول لحضرتك احنا الماتشات بتاعتنا كلها كانت ببطولات يعني، الحمد لله الماتشات بتاعتنا كانت كلها مؤثره وببطوله يعني.